صلاح الترجي، خليل شمام يلعب الكرة مع خالد القربي، خالد القربي، خليل شمام، خليل شمام، يوسف المساكني، أرضية ممتازة، أسامة الدراجي، لمسة واحدة ممتاز، خليل شمام، يلا يا خليل، وبعيد الكرة، الكرة بعيدة على مرمى مامادوبا، مازال اختر، مرفوعة، هل يكون الهدف والهدف؟ درامان تراوري، أحسن سيناريو وأحسن بداية. قلت لو كان جاي ملعب رادس مملوء بالجماهير، أما الله غالب، العقوبة موجودة وجماهير الترجي اليوم محرومة. لو كانت موجودة اليوم في ملعب رادس لتتفاعل معي في هذه اللوحات الثلاث اللي انتهت بالهدف من درامان تراوري. هاي الإعادة، دريس المحيرسي يرفع الكرة ودرامان تراوري يقص الكرة قصان قبل الحارس مامادوبا. بداية قوية لدرامان تراوري، كين مر في الدور الفارد على حساب جوليبا المالي. جوليبا هذا الفريق العريق هو أيضا في القارة الإفريقية، عنده باع وذريع. تتفك الكرة من يوسف المساكني، يوسف المساكني، أسامة الدراجي، والهدف الثاني، الهدف الثاني من أسامة الدراجي. جميلة جدا العملية، كيفاش افتك يوسف المساكني الكرة ثم لمسة واحدة. بكل صراحة من مباراة الفارطة ضد نادي الرياضي البنزرتي، ثم حاجة قاعدة تتكون في الترجي الرياضي التونسي نقول عليه فونجو بلغة الكرة. يوسف يفك الكرة لهنا، لمسة واحدة، أسامة الدراجي دون فلسفة، جاء الحارس حتى يحط له الكرة، وأسامة معناها كان سجل أهداف أصعب حتى من هكا. 2-2 للترجي في أقل من 11 دقيقة. قلت أنه الترجي الرياضي التونسي معناها بكل صراحة والأمانة ثم طريقة لعب قاعدة تتكون، والطريقة هذه تفرج ياسر لزميلنا عماد الكيلاني. إذا ترجع الكرة من أسامة الدراجي، ممتازة، ما ثمش تسلل، إمكانية الهدف الثالث، ضربة جزاء ومعها ورقة صفراء، ضربة جزاء ومعها ورقة صفراء. واضحة العملية وإمكانية الهدف الثالث للترجي. إدريس المحيرسي أصغر لاعب في تشكيلة المدرب نبيل معلول، أصغر لاعب، ربما أنصف الحظ في العملية هذه لأنه ما كانش متسلل في العملية اللي شاهدناها قبيلة. شوف ممتاز أسامة الدراجي، ممتاز جدا في التمرير، كيفاش يرفع الكرة ثم إدريس المحيرسي بين العملية وبين المسك من حارس دياراف السنغالي. على كل من هذه الزاوية يظهر لي فيها وعليها شوية، أما على كل ضربة جزاء للترجي وإمكانية الهدف الثالث مع إنذار لمامادو با. ننتظر تنفيذ ضربة الجزاء وأحسن سيناريو. الكابتن أسامة الدراجي يتقدم والهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي. أحسن سيناريو ثلاثية في 31 دقيقة لعب بالضبط وخمسة ثواني. أحسن سيناريو هذه الإعادة، ثلاثة أهداف بإمضاء تراوري لمساكني الدراجي، الثلاثي الرهيب في صفوف الترجي الرياضي التونسي، في خط هجوم الترجي الرياضي التونسي. إذا يتوج مجهودات نصف ساعة أو أكثر. وجدي بوعزي يرفع الكرة على مستوى ضربة، نقطة ضربة الجزاء، ترجع خالد مولي ثم خليل شمام، يوسف المساكني يرفع الكرة، إدريس المحيرسي، ما ثمش تسلل لليمين، وجدي بوعزي، إمكانية الرابع، مازال اختر وجدي بوعزي، إدريس المحيرسي، والهدف الرابع، إدريس المحيرسي. كنت تحدثت على هذا الشاب، هاو يمضي إلى حد الآن رباعية الترجي، مثالش يا أسامة، أنت الثالث وهو الرابع، وأنت الأول وهو الرابع يا درامان تراوري. يحضر وجدي بوعزي والتسديد في الزاوية المعاكسة، لونجو لوبوزي، شوف كيفاش ذكاء كبير برشا من هذا اللاعب وجدي بوعزي أيضا. ثم لما رجعت وجدي بوعزي لقدريس المحيرسي التمهيد، ودريس الرباعية للترجي، وتحية خاصة من دريس المحيرسي لمدربه نبيل معلول بعد الهدف الرابع. أحسن نتيجة إلى حد الآن. دوبا
اذا تشكيلة الفريقين، نبدا بالفريق الضيف وهذا الهدف يوسف المساكني مراوغة اولى ثم التسديد على يمين الحارس.